خوف السر يا شيخ صالح ما هو؟ خوف العبادة الذي يترك الإنسان طاعة الله من أجله، هذا خوف السر، هذا خوف العبادة، وهو موضوع الباب الآن، خوف السر. أما الخوف الطبيعي هذا لا يلام عليه الإنسان ولا يعذب عليه ولا يأثم. تخاف من السبع، تخاف من العدو، تخاف من الجوع، تخاف من المضار، هذا شيء طبيعي لا يضر. نعم.